السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناة ام سندس. واليوم فيديو جديد ونهار جديد، غادي نشارك معكم هذا الفلوج ان شاء الله. كيفاش غادي ندوز نهاري؟ دابا غادي نمشي باش نجيب الباسبور تاعي من القنصليه تاع المغرب حدا باري، وغادي نديكم معايا، فبقاو معايا وفرجه ممتعه. حاول تغي في بغض وريني دوار وكريت نوسك غريب زوار ليلي ويلي ليلي ويلي ويلي ليلي سالتا سالو بسيلي وحاول تغني فيه حاول تغني فيه بغى ضريبك وكني تنوس قريب سمون ليلي ويا ليلي منو يمنو ثلاثة سنو مسيح وحاول تغني فيه حاول تغني فيه بغى ضريبك واسمع ربي ما ياسي جرحا ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي سالت سالو مسجد وحاول تغني فيه حاول تغني فيه بضى ضريري دوار واسمى ربي ما ياسي الحال ليلي ويا ليلي منو يا منو سالت سالو مسجد وحاول تغني فيه حاول تغني فيه بضى ضريري صافي. راه وصلنا للبونتواز، دابا غادي نمشي باش نشد الباسبور تاعي ومن بعد غادي نرجع لكم. مهم هنايا ما صورتش لكم، صافي من بعد ما خديت الباسبور تاعي راه صافي راجعين دابا للطريق ان شاء الله. غادي نمشيو حتى للروع عاد غادي نتغداو فيه، دابا راه 11 غادي نتغداو تما وعاد غادي ندخلوا للدار وغادي نشارك معكم الحلوه اللي غادي نصاوب ان شاء الله، الطلبيات اللي عندي للعيد ان شاء الله. فبقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو. هنايا صافي راه وصلنا، غادي ندخلو نتغداو هاد الشينوا عاد غادي نكملو الطريق ان شاء الله للدار، حيت بقى لينا ساعة هكاك تاع الطريق. صراحة دخلنا لهاد المطعم خاوي، واحد الكالم، شوفو كيما كتشوفو معايا كاينين غير واحد ثلاثة تاع الناس اللي كاينين. ودابا غادي ندوزو باش نتغداو وغادي نرجع ليكم من بعد. سنو يا منو يا منو ثلاثة سنة
حاولت تغيفي حاولت تغيفي بضادري. وهنا يا صافي من بعد ما رجعت للدار ضربتها بشي نعساس ارتاحيت وعاد فقت. هنايا كنصاوب الحلوى، صاوبت الفينيسيون الصابلي وصاوبت هاد التاج حيت عندي واحد الكيكة تاع العيد ميلاد هي ان شاء الله قبل العيد. وهنايا لا جينواز اللي صاوبت حيت غادي نصاوب نمبر كيك كما كتشوفوا الرقم 6 ديال ديك البنت، غادي نصاوب ليها جوج كيكات تاع لا برانسيس وهادي تاع النمبر كيك. وغادي نشارك معكم شوية حيت ما نقدرش نصور، عندي ستريس مع الحلوى تاع العيد ميلاد والبلاطو تاع الكاطو، ما نقدرش بتنصور في نفس الوقت، ولكن غادي ناخد لكم شوية من الأشكال نصورهم لكم اللي شاركت لهاد العيد، اللي صوبت لهاد العيد عفوا. وهنا يا هاد الاشكال اللي صوت باقي ما كملتهم، هادو ما درت ليهمش الفينيسيون. بالنسبه لهذا اللي كتبت فيه عيد مبارك رفيت ليا شاركته معكم من قبل، باقي ما ساليت. وهنايا عندي لي سيجار معمرين باللوز وكنصوب في نفس الوقت الكراميل باش غادي ندير المكسرات، ندير الصابلي بالمكسرات. وهنايا صافي هو الصابلي اللي بقى ليا من بعد ما ساليتو حتى هو، درت ليه المكسرات مع الفواكه المعسله. وهنايا عندي لي سيجار حتى هو ساليتو صافي درتو في الكويختات. وهنايا هاد الحلاوي اللي ساليت عاوتاني اليوم كما كتشوفوا معايا، كانوا صوبتهم ديجا من قبل غير الفينيسيون والتزيين اللي يلاه ساليت اليوم. وعندي التاكع بغزال ها هو كما كتشوفوا، باقي ليا غير نصوب البلاطوات. وهنايا صافي هما الحلاوي اللي شكلت، الاشكال اللي صوبت للعيد ان شاء الله، وهادو الطلبيات وكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب تاعكم. بالنسبه لهاد الوصفات راه كلهم في القناه، اللي بغات شي حاجه راه غادي تلقاها، الا ما نسيتش غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف. وهنايا غادي نحبس الفيديو، كنتمنى الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب تاعكم، وما تنساونيش من التشجيعات تاعكم بلي لايك لي كومونتير والبارطاج تاع لا فيديو مع صحابكم وحبابكم.